تكرم عيونك. الله يكرمك. آخ 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 قلبي، آخ راسي. لك شوفي شو صار. آخ لك شوفي شو صار معي. ما بعرف شو صار لي. راسي طب راسي عم يفتن ضايقة كثير. قومي قومي قومي. لا لا اتركيني 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 لتلاقيني. طيب يلا رح اجيب لك كاسة مي. قولي يا الله شو تعبانة. امسكي امسكي اشربي لك شوية مي. توبريني يا حضرتي. ايش؟ كثير كثير تعبانة كثير. طيب تعي تعي لفوتك على الأوضة. تعالي يا ريت بركي بترتاحي. تعي قومي. الله الله يلا جاري. أهلين يا أبي الله يرضى عليك. الله يعطيك ألف عافية ابن عمي. أهلين أم حامد. شو وين نظرتي؟ جوا بالسطحة وجع راسها وداخت شوي. كمان اليوم وجع راسها وداخت شوي؟ طول بالك ابن عمي. الله يعافيها. لا الحالة ما عاد تتحمل، راي يجيب لها حكيم. أنا مالي مريضة لتجيب لي الحكيم ابن عمي. لكن تعبك شو بتسميه؟ التعب مو من المرض ابن عمي. لكن من ايه؟ انا معمل لي عمل وسحر اسود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لطيف الله يجيرنا. قد ما تمسكنتي وعملتي حالك مو تبع هاي الشغلات لك. انا كاشفتك وكشفت شو عامله فيني. شو عامله؟ شو عامله؟ كتبتي لي كتيبه مشان امرض وابن عمي يكرهني ويطلقني. يا لطيف انا تبع هاي الشغلات هاي؟ يا حرام فكرتيني ما بعرف انت شو بتغاري مني لاني اصغر منك. رانيا عم بتسكتني؟ روح سكتها الها هي يلي عملت لي كتيبه مشان ما احبل. والله العظيم ما بعرف على شو عم تحكي. ليش عم تتبليني؟ الله يسامحك. انت وحده كذابه. رانيا ما بدي اسمع ولا كلمه. هالحكي الفاضي كله ما بدي اسمعه. فوتي لجوا. امرك ابن عمي. يلا معتر يا جوز التنتين. نجي لحتى نستهدي منضوج ضوجة مو طبيعية. فوتي مساعد معك وغسلي وشك. يلا حاضر. استهدي بالرحمن. شو ها يجي الواحد على بيته لحتى ياخد له غفوة مو لحتى يقلق. شمكورش بنقورش لنقورش الهربان عليك الأمان. بنقورش بنقورش. تفضلي هدول الحجابات السحر اللي طلبتيهم مني. كتر خيرك يا شيخي. وهذا الحجاب الأخضر كتبته مثل ما قلتي لي بالضبط. وهاد هذا لجوزك. ايوه. ايه بس بدك تحطيه بقلب المشاية تبعه. ضروري بقلب مشايته؟ ايه ضروري ضروري كتير. لانه اذا حدا دعس على هذا السحر غيره بيبطل السحر اللي فيه. شو كتبت اللي بقلبها ابو طبلي؟ مثل ما قلتي لي وازود كمان. يعني بفهم منك رح اخلص من ضرتي وولادها. انت ساوي هاللي قلت لك عليه وخلال اسبوع او 10 ايام رح تلاقي ضرتك هي وولادها مطلقه وبالشارع. الله يسمع منك ويخلصني من ضرتي وولادها يلي بكرههم كره العمى. رح تخلصي يا حلوة رح تخلصي. وقتها إلك مني أحلى حلوان. وأنا ناطر على أحر من الشمر. تفضل هيك بيكون خلص حسابنا. لا هالمرة رح بقبل. أما تاني مرة بدي أكتر من هيك بكتير. فهمتي علي ما؟ تكرم عينك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقولش بنقولش بنقولش.
رحمة، شو جاب رانيا لبيت الدجال؟ لك الله لا يوفقك يا ساحرة يا شرني. لك عيب عليكي، عيب عليكي رانيا، عن جد عيب عليكي. فعلا طبعا عيب علي، الحكي معك لأنه ما بفيد. بالله شو هالحكي؟ مشان الله يا ابن عمي، مشان الله. شو بكون ليش اصواتكم طالعة برا؟ ليش؟ لأنه الحقائق انكشفت. شو قصدي؟ لما قلت لك هي الشيطانة عملت لي عمل مشان ضل مرضانة وما احبال وانت تكرهني وتطلعني، ما صدقتني. هلا رح فرجيك بعينك. ابن عمي مو طول عمرك بتعرفني، والله العظيم ماني عاملة شيء. هلا 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 بشوف. يا صلي على النبي، والله العظيم يعني ما بعرف. تفضل شوف ابن عمي، شوف شو حاطط لي. شو ها؟ هذا سحر عاملته ضغطي. لك شو هالحكي؟ لا لا صلي على النبي ابن عمي. لك إذا مو صدقني افتحوا شوف شو في جواته. لك 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 شو ها؟ هلا أنا بعرف إنه أنت ما رح تعرف تقرا شو في جواته لأنه ما في غيرها، هي الشيطانة والشياطين اللي عملوه هن بيعرفوا يقروا. والله العظيم بريئة. الله لا يسامحك. معقول أنت نهلة تطلعي بنت حرام لهالدرجة؟ لك لك يا بنت ستين حرام بدك تقضي على رجولتي بالحرام؟ نهلة وليه؟ ضبي بقشتك، ما بدي اشوف وشك. يلا يلا ضبي بقشتك ونلعبي وشي. يلا الله يغضب عليك. يلا لكن نلعي الله ينتقم مني. بشكيكي لا حكم الحاكمي. بدك تقضي على رجولتي يا بنت الحرام. لك انا اللي قاهرني انه ابو حامد ما له مصدق انه انا مظلومه. لك الله يسامحه. طولي بالك، بكره بيعرف انك مظلومه ورح يستسمحك ان شاء الله. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. الله يهديه. امين يا رب. اهلين اختي ام شمس. الحريم جوا، تفضلي. أنا مالي جاي عند الحريم، أنا جاي أحكي معك موضوع. موضوع شو خير؟ أنا بعرف اللي صار مع أم حامد، وأنا بعرف إنه ظلمت كتير ولازم أحكي. في عندي شيء بدي أقوله. شو بتعرفي؟ يلي بدي أقول لك إياه. شو هو؟ قولي. ما ضل في شغل تشتغله وتجيب منه مصاري إلا أذيت الناس. أخطأنا ومنك السماح يا زعيم. ما رح سامحك لحتى تحكي كل شيء عندك. شو بدي احكي؟ احكي يا زعيم. ليك اذا بتكذب بجيب الكراكون بيرفعوك فلقه بخلوك تبيع كل شيء. خلص خلص رح بحكي كل شيء. احكي. انا زعيم عم بشتغل بالسحر وكتب حسابات. مين طلب منك تكتبه؟ رانيا مرته لابو حامد الجديده. يا ويلك من الله، شو كذاب ومفتري. انا مالي كذاب. لك انت اكبر كذاب. لا تصدق هون ابن عمي، هذا الدجال متفق مع ضرتي مشان يلزوا هالعملة الوسخة فيني. هذا الحكي مو مزبوط. انت جيتي لعندي مشان ابتدلك سحر تخلي ابو حامد يطلق مرته بزوتها برات البيت هي والولاد. بعدين يا ابو حامد هي طلبت مني سحر انه تحرم عليك ام حامد. خلاص يا واطي، انا عم بحكي الحقيقة يا زعيم. عندك شي يثبت كلامك؟ ايه عندي. السحر اللي كتبت لي اياه الثاني قلت لها تحطه بمشاية ابو حامد. شوفوا ابو حامد. ولي على عمتي، ولي على عمتي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. بدل ما تدعي علي ادعي على مرتك اللي هي ورا كل المصايب اللي عم تصيبكم. انت طالق طالق طالق. يبعت لي قتلي ان شاء الله، يبعت لي قتلي ان شاء الله. وين رايح ابو طبلي؟ وين هلا جايين الدرك
والله لا ينطفوا وسخك من الحاره كله. لك تفي عليك يا واطي، فوت على الغرفه فوت لين ما يجي الدرع. امشي يا اختي امشي. ابو عفيف عن اذنك شوي. انا غلطت بحق حرمتي اختك وبدي صلح غلطتي. انت بتضل صهري واختي بتضل حرمتك. حي اصلك والله. فوتي اذبحي لنا بطيخه يلا. الحمد لله يلي الله ظهر الحيره. فوتي اختي فوتي.